قام سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمعية السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بزيارة إلى مركز المحرقة الاجتماعي وذلك لتعليق الدرع الذهبي بمناسبة حصول المركز على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 3. وبهذه المناسبة أشاد وزير التنمية الاجتماعية بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز التميز والجودة في الإنتاجية وكفاءة الأداء المؤسسي بمفهومه الشامل بما يسهم في تطور الخدمات الحكومية المقدمة عبر مراكز الخدمة لتصبح بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية وترفع من أداء الجهات الحكومية إلى مستويات تنافسية. وأكد الوزير العصفور أن هذا الفوز يأتي تتويجا للجهود المتميزة التي بذلها القائمون على المركز والتزامهم بملاحظات ومعايير لجنة تقييم المراكز الحكومية والتي ساهمت في حصول مركز المحرق الاجتماعي على هذا التصنيف المشرف، مشيدا في هذا السياق ببرنامج تقييم الذي يحظى بدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي ساهم إيجابا بتطوير منظومة خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية. وأعرب وزير التنمية الاجتماعية عن الاعتزاز والفخر لتفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكريم مركز المحرق الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية، وهو ما يعد دافعا للاستمرار في تحقيق المزيد من التميز والإنجاز. لاحظنا طبعا من خلال المراكز ال 19 الفائزة بالدرع الذهبي تميز الخدمات وجودتها المقدمة للمواطنين للمستثمرين للمقيمين. هذه طبعا دليل على اهتمام حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتقديم هذه الخدمة المتميزة. اليوم من خلال هذا المركز نلاحظ اهتمام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة، تقديم خدمات متميزة للفئات الأكثر احتياجا اللي يأخذون المساعدات، كبار السن، عندنا الأرامل، الأيتام. فتقديم الخدمة المتميزة ما يقتصر على فئة من فئات المجتمع، تقدم لجميع فئات المجتمع. بالنسبة للمركز المحرق الاجتماعي خدماته شاملة جميع الفئات المجتمعية، وطبعا ما حصل على الدرع الذهبي إلا عن جدارة بسبب تميز الخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع سواء كانت الأرامل، ربات البيوت، كبار السن، وكذلك التنوع وتميز البرامج التي يقدمها المركز. سعدنا اليوم باستلام الدرع الذهبي باعتبار هذا المركز الاجتماعي المتميز من ضمن مراكز الخدمات الحكومية التي يعني فازت بالجائزة، وهذه طبعا يعتبر شرف لهذه الوزارة وللمركز الاجتماعي للرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء الموقر. أعتقد أن فعلا هذه حفزت المراكز الأخرى أن هي تسعى أن تأخذ أيضا تتنافس مع الحصول على الذهبية.